كان الشيخان عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه والشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله تعالى عليه. فجاءت سيرة تعدد الزوجات، فقال الشيخ صفوت رحمة الله تعالى عليه: أنا من الموحدين. فقال أنصار السنة: وأنا من الموحدين. قال الشيخ: أنت من الخائفين، لأن الله قال: فإن خفتم. الله ينور قبرهما.